ده تليفون شارلي شابلن، ده بيتعلق على الحيطة وده المكتب بتاعه، ده طقمه. ده تليفون الملك فاروق سنة 1933 خاص بالملكية. في تليفونات اصلا سايبها بابا معتز بيها وانا كمان محافظ عليها ومعتز بيها، وفي تليفونات انا بنزل بشتريها من صالات ومزادات، وفي تليفونات انا بشتريها من قصور وفيلل وبتاع بتبقى متروكه بضطر اخدها، بس انا بعتز بيها انا لوحدي لنفسي، ولادي نفس الموضوع.